أعتقد أن قرار فتح المعابر بين مناطق نفوذ تركيا في الشمال ومناطق سيطرة النظام تعتبر أحد خطوات تعزيز الثقة بين أنقرة ودمشق ضمن خطة تطبيع العلاقات بين الطرفين. لن يتوقف الأمر على فتح المعابر هذه، بل المطلوب بالتأكيد هو إعادة فتح الطرق الدولية وصولا إلى تشغيل الأستراد الدولي الذي يربط تركيا بالأردن عن طريق سوريا.